قصيدة بقولها لك بالعامية أسهل لي ترى أنا. يعني بدل ما أجيب بس كيف تنقال بالعامية؟ كيف؟ أعطني سهل نموذج. سهل أعطني. يعني مثلا قصيدة عنتر مشداد المعلقة تركب على لحن وطني الحبيب طلال مداح. أعطنا المكس هذا. ما مستحيل أقولها لك. ليه؟ بس أنت جربها في مخك تركب معك. لا طيب كيف تقولها بالعامية؟ الشعر يلحن الشعر عشان تحفظه وعشان تعرف أنه مو مكسور وموزون. لحنه إذا لحنته مشى. ما اختلفنا باللحن بس كيف تجي تطلع تجي من الراحة. والله فوجدت تقبيل سيوفي لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسمي. كيف تقول؟ تقدر تقوله بالراحة بلهجتك العامية ولا يخل فيه ولا شيء. طيب قولها لنا. أنا ما لازم أغني. أنا ما يا أخي. لا 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 ها ما أقدر. لازم أغني. أنا ماني مغني. غني طيب. لا أنا أغني لحالي مع نفسي. النشاز ما يتحمل احد غيري يعني. لا لا برع رجوك. لا بس انا قلت لك اعطيتك مثل هذا. انا ودي اشوف كيف بيت فصيل. ودع هريره ان الركبه مرتحله. ركبه على لحن. والله ما تخلى من الحانك اليوم الاوائل. ها القصيد ما لو تركب على لحن اغنيه اليوم يركب بالراحه. احنا ما اختلفنا في اللحن بس كيف تحويله من الفصيح الى الشعبي؟ كيف ما كيف لا تحب تتصرف في الكلمه. لا تضغطني اقول لك. ها لا تضغطني على اني الحن لك واغني. طيب. لا بس اتمنى انك تجربه وانت رايح كذا مع نفسك. اللي ما اعرف انا استلذها بطريقتها الفصيحه اكثر بصراحه. انا احب يعني على وقع الاذن الفصحى اجمل من وحتى العكس. يعني مثلا لو في قصيده شعبيه جميله انا احبها ما احب افصحها. هي بشعبيتها جميله. صحيح. يعني انا احب كثير اقرا دائما قصيده غالي الاثمان مثلا والاكثر من قصيده. صحيح. غلوك بالحيل. نعم. اي يعني اعن لها عنتها للكيف للهيل حلوه بطريقتها هذه يعني. هذه اللهجة. إيه طيب يعني فهذه لها نطاقها وهذه لها نطاقها.